يا شك يا شك يا يا شك يا يا لي يا شك يا يا للعمر 23 سنة دايخة في الكشك يا لي يا لي يا لي يا يا ايه اللي حصل يا حاج؟ ولا ضيعت الكشك والبيت اللي قبالنا دور اخر والبيت اخر يا الكشك ده كان بتاع ابنك بتاع يا اخوي بتاعك انت وابني بتاعتنا وابني بتاعتنا عشان معاه اربع عيال اربع عيال بيساعدنا فيه الكشك ده كان فيه ايه محتوياته عباره عن ايه؟ في كل حاجة فيه والله العظيم كل حاجة فيه وابن محلته حاجي وابن محلته حاجي احكي لي ايه اللي حصل في الحريق ايه اللي حصل العربية وقفتنا العربية وقفتنا ولعت ضيعت الكشك البيت اللي قبالي ضيعت الكشك والبيت اللي قبالي ايه دولي ايه اهدي بقى اهدي بقى بالراحه واتكلمي معانا بالراحه ايه اللي حصل يا سيدي اهدي بقى يا جماعه بالراحه ايه اللي حصل يا مورد بس ما تتكلمش خلاص بقى استاذ عم الرحمه بقى ايه اللي حصل بس العربيه اللي انا بقى اهدي بس ايه صلى على النبي ايه اللي حصل يا جماعه هي دي العربيه ولعت خلاص هي بص يا حاج خلاص انا بقول لك خلاص مش مهم بعد جسم سيدي ام محمد والنار جت في الكشك بتاعك ولعت البيت اللي في الضلي ده وقف عليه سيبه هناك بقى سيبه يا بالراحه بس نتكلم بقى بالراحه بالراحه اتكلمي بالراحه احكي لي بقى بالراحه كده وبهدوء عربيتي اللي انا بتشاجي وابني كان مقفل الكوش ده طلع يجري ساعه ما ولعي السواق اللي طلع يجري السواق طلع يجري وسب وابني كان بيقفل قفل وجاري لا بس هي عكس برضه طلعت طيارات الكشك كليته وطيارات البيت اللي قبالنا ده كليته وفي عربيات اتحرقت والعربيات اتحرقت ابنك هو كان صاحب الكشك ده انت كنت صاحبه الكشك ده كنت بتساعد ابنك انا اللي صاحبه الكشك كنت بتساعد ابنك ومن ساعد ابني غلبان كنت حاطه فيه بضاعه بقد ايه والله كان بضاعه يجيب 500,000 نص مليون جنيه والله العظيم صحيح يا ماما كان كنت لسه جايبه بضاعه جديده كنت جايبه بكام مليان كان مليان بضاعة كان البضاعة اللي كانت فيه عبارة عن ايه؟